السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الفيزياء 5 فيز 313. اليوم إن شاء الله بنكمل الدرس السابق وهو درس النواة. بنتجول شوية في النواة، بنتعرف عليها بشكل أكثر من خلال تحقيق هدفين. فأهدافنا اليوم ستكون: الهدف الأول أن تعرف طاقة الربط النووية، والهدف الثاني أن تربط الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي مع التغير في طاقة الربط النووية أثناء التفاعل. خلونا نبدأ هدفنا اليوم من خلال سؤال، بنطرح سؤال وهو: ما الذي يحافظ على نيوكليونات النواة معا؟ إذا جينا أعزائي الطلبة إلى مصطلح نيوكليونات النواة، ما المقصود بنيوكليونات النواة؟ طبعا أخذنا في الدرس السابق أن داخل النواة جسيمات، هذه الجسيمات لها شحنات موجبة وبعض الجسيمات تكون متعادلة. الشحنات الموجبة تسمى بروتون، فرمزنا لها بالرمز P، والشحنات المتعادلة سميناها نيوترون. إذا جينا لمصطلح نيوكليونات النواة، تعني النيوترون والبروتون الموجودة داخل النواة. فعرفنا الحين ما معنى أو ما المقصود بالنيوكليونات النواة. بالإضافة إلى البروتون والبروتون، أخذنا سابقا أن عندنا جسم، هذا الجسم شحنته سالبة يسمى الإلكترون، وهو يدور حول النواة. طبعا ترتبط الإلكترونات السالبة الشحنة المحيطة بنواة الذرة الموجبة بسبب ما الذي يجبر الإلكترون أن يدور حول النواة؟ طبعا في بينهم قوة تسمى قوة التجاذب الكهرومغناطيسي. فمن المهم أن احنا نعرف شنو اللي يجبر الإلكترون أن يدور حول النواة، هي قوة التجاذب الكهرومغناطيسي. مثل ما ذكرنا، تتكون النواة من بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة الشحنة، وعلى الرغم من وجود قوة تنافر، احنا بنشرح شنو معنات قوة التنافر الكهرومغناطيسي بين البروتونات، إلا أن نيوكليونات النواة تبقى مترابطة. شنو معنات هاي السؤال؟ طبعا إذا رجعنا مرة ثانية إلى النواة، مثل ما ذكرنا أن عندنا شحنات موجبة هي البروتونات، هاي شحنات موجبة. بنلاحظ أن الشحنات الموجبة، إذا كان عندي شحنة موجبة وشحنة موجبة، المفروض يكون بينهم تنافر. لكن على الرغم من وجود هذه القوة، قوة التنافر، إلا أن للنيوكليونات اللي هو البروتونات والنيوترونات مترابطة داخل الذرة. كيف ذلك؟ طبعا بالإضافة إلى قوة التنافر، توجد عندنا قوة تجاذب متبادلة وقوية جدا داخل النواة بين الجسيمات وبين البروتونات. هذه القوة أعزائي الطلبة تسمى بالقوة النووية القوية. طبعا مهم نحن نعرف قوية أن قوتها جدا كبيرة. فإذا جيت مرة ثانية إلى النواة، هذه النواة بنشوف أن في عندنا قوة تنافر، تكون قوة التنافر بين الشحنات الموجبة اللي هو بين البروتون مع البروتون. بالإضافة إلى هذه القوة، قوة التنافر، توجد قوة تجاذب تسمى القوة النووية القوية، تجاذب. إنزين، شلون تكون هذه قوة التجاذب؟ طبعا قوة التجاذب تؤثر بين البروتون والنيوترون ب مع ان، وكذلك بين النيوترون والنيوترون، وبالإضافة إلى هذين الاثنين بعد بين البروتون والبروتون. فنشوف أن كل أجزاء النواة مترابطة داخل بعضها البعض، قريبة جدا من بعضها البعض. ما خصائص هذه القوة؟ احنا عرفنا أن داخل النواة في عندنا قوة تنافر بين الشحنات الموجبة، بالإضافة إلى قوة التنافر في عندنا قوة ثانية تسمى القوة النووية القوية. شنو خصائصها؟ ليش تخلي الجزيئات اللي داخل النواة مترابطة؟ طبعا لازم نعرف أن هذه القوة تزيد 100 مرة، هذه القوة تزيد 100 مرة عن القوة الكهرومغناطيسية. شنو المقصود بالقوة الكهرومغناطيسية؟ هي قوة التنافر.
فنشوف أن هذه أكبر 100 مرة، فنشوف أن هي الأقوى، هي الأكبر، هي اللي تطغى على القوى اللي داخل النواة، وهي التي تحافظ على بقاء النيوكليونات في النواة، فهي اللي تخليهم مترابطين مع بعضهم البعض برغم من وجود قوات التنافر. أتمنى أعزائي الطلبة أن أنتم فهمتون معنى إلا هو قوة القوة النووية داخل النواة. الحين ننتقل إلى موضوع طاقة الربط النووية. طبعا جاء العالم أينشتاين وبين لنا معلومة مهمة، العلاقة بين الكتلة والطاقة، أن العلاقة بين الكتلة اللي هي M والطاقة اللي هي E متكافئتان، يعني مرتبطين مع بعض، بينهم علاقة. يمكن التعبير عن ذلك من خلال المعادلة، هاي المعادلة اللي جاء فيها العالم أينشتاين، أن E الطاقة تساوي MC سكوير، M قلنا الكتلة وC هي سرعة الضوء تربيع. طبعا من نلاحظ من القانون أن العلاقة طردية، كل ما زادت الكتلة هذا دليل أن الطاقة ستكون أكبر. إذن من خلال هذا السؤال يقول لي علل طاقة النواة المجمعة أقل من مجموع طاقات البروتون والنيوترون المنفردة التي تتكون منها. خلونا نشرح السؤال علشان نقدر نحله. طبعا إذا جيت إلى النواة، خلونا مع بعض نتخيل أن هذه كأن نواة، وإحنا قلنا أن النواة هذه النواة، وأن النواة تحتوي على جسمين، جسم اللي هو مشحون بشحنة موجبة بروتون، وجسم متعادل يسمى نيوترون. يقول لي في السؤال، في علل السؤال الأول، طاقة النواة، يعني لو جيت حسبت طاقة النواة وجدت إي إلى النواة راح تكون أقل من إذا جمعت طاقة النيوترون وطاقة البروتون. يعني إذا جيت جمعت هاي الطاقتين بتشوف أن الطاقة اللي بحصلها أكبر من طاقة النواة. هل معقول هذا الكلام؟ طبعا إحنا قلنا من شوي أن في علاقة بين الطاقة والكتلة، يعني إذا زادت الطاقة أو قلت كذلك الكتلة بتزيد أو بتقل. خلونا نوضح هذا الشيء في حياتنا العملية. يعني تخيلوا مثلا عندي 5 كرات، 5 كرات، كل كرة من هذه الكرات كتلتها 1 كيلوغرام. عندي 5 كرات كل واحدة 1 كيلوغرام، هذا لما قستهم كل واحدة بروحها. تخيلوا أني أخذت هاي 5 كرات وحطيتهم مثلا في علبة أو في كيس، طبعا الكيس مهمة للكتلة، وجيت وحسبت الكيس بال5 كرات. طبعا المفروض أن قياس كتلة الكيس اللي داخله 5 كرات يعطيني 5 كيلوغرام، لأن كل كرة من هذه الكرات مقدارها 1 كيلوغرام. فتخيلوا أن احنا أخذنا النواة، والنواة تحتوي على العديد من البروتونات والنيوترونات. لما قست كتلة النواة أو طاقتها شفت أن الطاقة اللي عطتني إياها أقل من إذا جيت قست كتلة أو طاقة النيوترون مع البروتون. طبعا هذا يعطينا التفسير، لأن إخراج النيوكليونات اللي هو البروتون والنيوترون، علشان أقيس الكتلة مالتهم لازم أطلعهم برا النواة، وإحنا ذكرنا من شوي إنهم مرتبطين برابط أو بقوة تسمى القوة النووية القوية، فعلشان أفصلهم أحتاج إلى بذل شغل. فعلشان أخرج النيوكليون خارج النواة يلزم بذل شغل للتغلب على قوة التجاذب، وهذا الشغل يضاف إلى النظام، فمنشوف أن طاقتهم لما أحسب كل واحد بروحه بتكون أكبر من الطاقة الفعلية أو الكتلة الفعلية. إذن يجب أن تضاف طاقة لفصل المكونات إلى النواة، لأن كتلة النواة الفعلية تكون أقل من مجموع كتل النيوكليونات التي تحويها. ما هي طاقة الربط النووية؟ الخلاصة هي الطاقة التي تربط بين مكونات النواة وتنتج عن نقص في الكتلة. بنشوف أن الكتلة الكلية أو الفعلية ستقل. إذن أعزائي الطلبة، كيف يمكن حساب نقص الكتلة؟ طبعا نقص الكتلة لازم ناخذ في البداية الكتلة الفعلية. ما المقصود بالكتلة الفعلية؟
الكتلة الفعلية هي كتلة النواة، مفروض إذا حسبنا كتلة النواة هيسميها الكتلة الفعلية ناقص مجموع الكتل. طبعا مكونات النواة هي البروتونات والنيوترونات، ودائما تكون الكتلة الفعلية أصغر من مجموع الكتل، فمنشوف أن نقص الكتلة دائما بيكون سالب، دائما بيطلع لي سالب لأن هذه بتكون أقل من مجموع الكتل. خلونا الحين أعزائي الطلبة نطبق هذا القانون في حل المسائل. فمناخذ السؤال الأول، طبعا السؤال الأول موجود عندكم في الكتاب، فأتمنى أنتم تفتحون الكتاب على الدرس تشوفون التدريبات الموجودة عندنا. المسألة الأولى عطيني، طبعا هاي ثوابت كتلة الهيدروجين تساوي، عطاني الرقم، وكتلة النيوترون عطاني كتلة النيوترون، طبعا هذه أم إلى أن لنيوترون، وعطاني طبعا الواحد يو اللي أخذناها في الدرس السابق. السؤال عطاني كتلة نظير الكربون، عطاني عنصر الكربون وعطاني كتلة النظير، فهذه الكتلة الفعلية، هذه كتلة الفعلية. في السؤال الأول يبي نوجد نقص الكتلة، أوجد نقص الكتلة. طبعا إذا عطاني كتلة الهيدروجين هو نفس كتلة البروتون، ليش هو نفس كتلة البروتون؟ لأن الهيدروجين يحتوي على بروتون واحد، فلما يعطيني كتلة الهيدروجين هو نفس كتلة البروتون، فهي عندنا كتلة البروتون. شلون بنوجد هاي السؤال؟ طبعا في البداية لازم ناخذ العنصر ونستخرج منه عدد الالكترون، عدد البروتونات وعدد النيوترونات. فإذا كان عندي مثلا الكربون، نتذكر أخذنا في الدرس السابق أن تحت هو عدد العدد الذري عدد البروتونات، والعدد الكتلي يمثل عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. فإذا جيت بعرف أن البروتونات تساوي 6 وعدد النيوترونات، بروح أطرح العدد الكتلي من العدد الذري أطرح، فبحصل أن عدد النيوترونات بعد راح تساوي 6. فأول خطوة نحن لازم نعرف كم بروتون وكم نيوترون في العنصر. خلينا نشوف الحين طريقة الحل. الخطوة الأولى طبعا إن احنا نوجد كتلة البروتونات وكتلة النيوترونات. شلون نوجد كتلة البروتونات؟ ناخذ كتلة البروتون ونضربها في عدد البروتونات الموجودة اللي استخرجناها من العنصر، وكذلك بالمثل كتلة النيوترونات ناخذ كتلة النيوترون ونضربها في عدد النيوترونات الموجودة في داخل النواة، بنوجد إلينا كتلة كل واحد منهم، بعدين نروح نجمعهم مع بعض، فطلعنا المجموع إلى النيوكليونات اللي سميناها اللي هي عدد البروتونات والنيوترونات. وفي النهاية علشان نوجد نقص الكتلة، قلنا نقص الكتلة هي الكتلة الفعلية إلى النواة. من وين جبناها هذه؟ هذه الكتلة الفعلية أعطاني أن المفروض النواة لما نحسب الكتلة مالتها تعطيني 12.0000، مهم أنتم تكتبون الرقم كامل، وناقص الرقم اللي طلعناه إلى مجموع الكتلتين للنيوترونات والبروتونات. مثل ما ذكرنا أن نقص الكتلة لازم يكون سالب لأن الكتلة الفعلية دائما أقل من الكتلة لمجموع النيوترون والبروتون. ننتقل للسؤال الثاني الحين أعزائي الطلبة، كيف يمكن إيجاد طاقة الربط النووية لكن بوحدة ميجا إلكترون فولت؟ طبعا علشان نوجد طاقة الربط النووية بكل بساطة بناخد الطاقة اللي طلعناها أو نقص الكتلة اللي طلعناها سالب 0.09894، ومنشيل اليو منعوض عنها بمقدار اليو الموجودة عندنا في الثوابت، نضربها في 931.49، فبتطلع عليكم أعزائي الطلبة الإجابة، المفروض تطلع علينا سالب 92.161 والوحدة ميجا إلكترون فولت. فهي طريقة الحل إلى السؤال. ننتقل للسؤال الثاني، طبعا نفس الخطوات بالضبط راح نطبقها، بس أبيكم الحين تحاولون تحلون بروحكم.
فنقرا السؤال. طبعا الثوابت، هاي الثوابت اللي فوق ما تغيرت عندي، اعطاني كتله الهيدروجين وقلنا كتله الهيدروجين هي نفسها كتله البروتون، فاعطاكم كتله البروتون اللي هي ام بي، واعطاكم كتله النيوترون اللي هي ام ان، واعطاني طبعا الواحد يو كم يساوي علشان التحويل. العنصر اعطاني نظير النيتروجين. يلا الحين معاي طبعا نكتب النيتروجين 7 و15. حاولوا تطلعون اعزائي الطلاب كم عدد البروتون وكم عدد النيوترون نفس ما سوينا من شوي. المفروض ان انتم توصلتون الى ان عدد البروتون يساوي 7 وعدد النيوترون يساوي الطرح. نحن نطرح 15 ناقص 7، فبنشوف ان عدد النيوترون يساوي 8. هاي اول خطوه لازم نسويها. طبعا هو كاتب لي في السؤال، ولو ما كان كاتب لي في السؤال نقدر ان احنا نطلعها من العدد الكتلي والعدد الذري. طبعا يحتوي على 7 بروتون نفس ما استنتجنا و8 نيوترون، 7 بروتون و8 نيوترون، والكتله اعطاني اياها وقلنا هذه الكتله هي الكتله الفعليه. الحين أعزائي الطلاب كيف يمكنكم أن توجدون نقص الكتلة لهذا النواة؟ نفس خطواتنا، حاولوا تحلون، حاولوا تطبقون الخطوات اللي سويناها في السؤال السابق وتجدون نقص الكتلة. خلونا نستعرض مع بعض الإجابات. طبعا هذه خطوات الحل، توجدون كتلة كل من البروتون والنيوترون ومجموعهم، وبعدين تعوضون في قانون نقص الكتلة. كيف يمكن إيجاد طاقة الربط النووية؟ نفس ما سوينا من شوي، بناخذ الناتج النهائي إلى نقص الكتلة ومنضربه في قيمة الواحد يو، فالمفروض يطلع عليكم الجواب سالب 106.18 ميجا إلكترون فولت. والآن أعزائي الطلبة بننتقل لموضوع ثاني، وهو كيف تعتمد طاقة الربط النووية على كتلة النواة من خلال الرسم البياني الموضح عندنا. طبعا هاي الرسم البياني يوضح لي العلاقة بين طاقة الربط النووية لكل نيوكليون مع عدد النيوكليونات. أول معلومة لازم تعرفونها أن الأنوية الثقيلة ترتبط بقوة أكبر، فكل ما زادت الأنوية الثقيلة بتكون القوة لداخل النواة أكبر من الأنوية الخفيفة. فإذا جيت إلى الرسم البياني بلاحظ المنحنى، بزيادة عدد النيوكليونات بتزيد عندي طاقة الربط داخل النواة، فبتزيد طاقة الربط لين توصل إلى أقصى حد وهو عند الحديد. فمنشوف أن عنصر الحديد هو أكثر استقرار، لأن طاقة الربط يعني تتوصل إلى الحديد أنه أكبر عدد أو أكثر استقرار عند الحديد. كل ما اقتربت العناصر عددها الكتلي من الحديد بتكون أكثر استقرار، فتصبح الأنوية أكثر استقرار كلما اقترب عددها الكتلي من العدد الكتلي إلى عنصر الحديد وهو 56. والأنوية التي أعدادها الكتلية أكبر أو أقل من العدد الكتلي للحديد تكون أقل ترابط، أي أنها أقل استقرار. فأتمنى أن أنتم فهمتون شنو العلاقة بين طاقة الربط واستقرار النواة. الآن ننتقل إلى الشريحة الأخيرة وهي الاستقرار النووي والمعادلات النووية. متى يحدث التفاعل النووي؟ يحدث التفاعل النووي إذا تحررت طاقة نتيجة تفاعل. فلما يكون عندي تفاعل وتحررت طاقة سيسمى هذا بالتفاعل النووي الطبيعي. متى راح يصير عندي هاي التفاعل؟ طبعا إذا اقترب موقع نواة عددها الكتلي صغير من العدد اللي هو العدد الكتلي إلى الحديد 56. يعني مثال، فمثلا تتحول أنوية الهيدروجين في الشمس إلى هيليوم،
وكربون مولدة إشعاعا كهرومغناطيسيا وهذا يسمى بالاندماج النووي. كذلك في الحالة الثانية إذا اقترب موقع نواة عددها الكتلي كبير من العدد الكتلي إلى ذرة الحديد وهي الأكثر استقرار، مثلا يضمحل اليورانيوم 238 إلى عنصر الثوريوم 234 بسبب الانشطار النووي، وتكون طبعا أكثر استقرار وتتحرر طاقة على شكل جسيم مشع ذي كتلة وطاقة حركية. والآن أعزائي الطلبة نجهز لهو التلفون ونفتح برنامج QR Reader لتصوير الشاشة ومحاولة تقييم عمل تقييم ذاتي من خلال مسح كود QR. وفي نهاية درسنا اليوم أعزائي الطلبة أتمنى أن أنتم تعرفتم بشكل كبير على النواة. طبعا من خلال درسنا اليوم نقدر نتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الجسم وكيفية تكوينه، وأتمنى أن أنتم تتعمقون أكثر في المادة من خلال البحث. مع السلامة.